سجل الرحالة والدراج الكويتية عبد المحسن البغلي إنجازا رياضيا جديدا للكويت بعد أن قطع بدراجته النارية 11 ألف كيلومتر داخل الصين خلال 32 يوما ليصبح أول دراج عالمي يقطع الصين من حدودها مع باكستان إلى حدودها مع النيبال. وقال الرحالة البغلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا إنه رفع علم الكويت في أبرز المناطق والمعالم بالصين، ومنها سور الصين العظيم ومجسم طفل الأرض في منطقة كويتشو، وذلك عند معبر في تيبت وهو أعلى طريق في الصين بارتفاع 5280 مترا من سطح البحر والقريب من المدخل المؤدي إلى قمة إيفرست حيث تقل به نسبة الأكسجين بشكل كبير. العرض فن اقتصر على أهل الجزيرة العربية، إذ يؤدي قرع الطبول وإيقاعها إلى بث روح الحماسة وخصوصا لدى المقاتلين سواء في الحروب أو عند تلقي التهديدات التي تنذر بوقوع المعارك. وتعد العرض من الفنون الشعبية المنتشرة في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، إلا أنها تختلف في بعض التفاصيل من مكان إلى آخر، وتسمى في منطقة نجد بالعرض النجدية، وهي مقتصرة في الأداء على الرجال من دون النساء.